ارتبطت السبحة من زمان بالشعائر الدينية، وخاصة التسبيح بعد كل صلاة، لحد ما بقت من مظاهر التقوى، وخاصة في شهر رمضان اللي بيكتر فيه التسبيح وذكر ربنا، واللي بتساعد فيه السبحة على العد. وعلى مر التاريخ ظهرت للسبح أنواع كتيرة، المصنوع من الأشجار أو الأحجار، واللي بيستخرج من البحر زي اللؤلؤ والمرجان، وبتتقسم من حيث العدد ل 99 أو 66 أو 33 حباية. الشكل الدائري لحبات السبحة ليه أهمية خاصة جدا في الفكر الإسلامي، وخصوصا في الفكر الصوفي، لأن الدائرة هي الرمز الأساسي لوحدة الكون وكماله. شعبان، انت بتعرف الحاجة اللي الحاج قال عليها دي؟ اعرف الفرق بين الكرمان الاصلي والكرمان الصناعي، يعني حاجة زي كده ده اصلي. الصغير ده كهرمان أصلي. كان في شجرة اسمها الصنوبر قبل الطوفان بتاع سيدنا نوح، وبسبب الطوفان انقرضت. وانت عارف الكلام ده من عم حمدي، يعني اللي عم حمدي علمه لك. هو عم حمدي، انت بتعرف تعمل سبح؟ تمام. انت تعرف تعرف كمان يا اسلام؟ بعرف. طب هل انت بتحب الصنعه دي ولا بس عشان والدك ما قعدك؟ الصنعه دي بتنقرض. ليه بتنقرض؟ عشان الاحجار بتنقرض. الخامات ديت مش موجوده، بس الشجر ده موجود، جوز الهند موجود. بس يعني صعب يجي دلوقتي، صعب يجي. حتى ده بيجي صح؟ ده بيجي صعب، والابانوس بيجي من السودان صعب برضه. الله، ابانوس صاحب. ابانوس طبيعي ده. شجر من السودان. والفيروس بقى هيجي صعب. الخامات قلت. ماشي، بس انت ليه لازم تستعمل الخامات اللي هي الغاليه دي؟ ما ممكن تبقى سباح بالخامات اللي عم حمدي قاعد يبتدي. ده صين. لا، ده مش شغلنا. ده شغلنا احنا، ده بس يدوي. كوك ابانوس. يعني ده كوك وابانوس. ما حلو. كوك دوت انا بخليه بقى ايه؟ يعني بعمله هو بينزل بني، اضطر احطه في زيت سخن تسوده. يسود عشان يديني زي اليوسف. بايه؟ بالزيت السخن، زيت الطعام، الاكل سخنه ونحطه فيه. ده عظم الجمل. ده حلو برضه. ده عظم الجمل ومش هينقرض ولا حاجه. لا، ده موجود. وده ارض. ده بس غيري برضه العظم على فكره. وده برضه مش هينقرض ولا حاجه. وده اليوسف. الله. غريب. بس انا عايزه اعرف بس يا شعبان، بتحبها ولا انت لاقي نفسك؟ لا بحبها فعلا. يعني ده يصر وطعم الفضل. طب استنى. الله، دي حلوه. اسمع الله الحسنى. الله حلوه قوي ان شاء الله. وده ده يصر بالعاج بالفضل. دي في منتهى الشياء، دي في منتهى الحلاوه. كل كلام عم حمدي عن الذكر وعن التدين وعن الصوفية، وانت شاب صغير ما بتزهقش؟ لا ما بزهقش. ما بتحسش ان ده ضغط، عبء عليك؟ زي مثلا لما بنشوف في الافلام حد متدين قوي، الاهل وبيقولوا للولاد اعملوا كده اعملوا كده، ساعات بيبقى تقيل على الولاد. انا لقيتك كده، بس عايز اعرف. انا بعمل حاجة بمزاجي، ما بعملش حاجة غصب عني. انت احساسك كده برضه. انا احب اعمل حاجة بمزاجي. يعني والاحساس بتاع اهل البيت وكده عندك انت؟ انا مولود وانا صغير وانا عند سيدنا الحسين، وبقعد على طول مع المشايخ والشيوخ وكده، فمتعود على الجو ده. ما هو متصور مع سيدي احمد قمر هاشم ومع افكار علي جمعه. فانت نفسك قلبك متجه للحاجات دي. اصل انت عارف، لو قلبك مش متجه للحته دي، القعده بتاعتك دي تبقى كاتمه قوي. لو قلبك مفتوح ليها، القعده بتاعتك هتبقى جميله وحلوه. فدلع. لما لقيت شاب عشان كده قعدت اقول انا عايز اتكلم معاه، انا عايز اتكلم معاه. كنت نفسي اعرف حابب ولا لا. حبيب اعرف كمان الفرق بين الطبيعي ومش الطبيعي، يعني حابب الفكر وحابب الصنع. بس الحاجات ديت بتنقرض، فهيجي عليها وقت هتغلى. يعني دلوقتي مثلا ايوه، ادوا بالمعلوم كده. دي سبحة يسرى، اعرفها ازاي؟ ما البس لك نظارة بقى. بالتجازيع دي. فتعرف ان دي يسرى بقى بجد. في بقى تقليد. ورين تقليد زي الابانوس. ودي برضو كل ما نسبح بيها تلمع. حلو. سيبك من اللمعان، الاضافه ان بيبقى فيها
حاجة كده هي بيقولوا عليها روحانيات. حلوة. فهماني ازاي؟ بتاعة بقى صاحبها وبتاعة الذكر اللي اتقال عليها. وليها لها نصيب في دي الأبانوس. دي الأبانوس. اللي هو ده. ودي اليسرى. ده اليسرى. ده بقول لحضرتك بيقلدوه. يعني ده الطبيعي. ده الطبيعي. ده التقليد بتاعه. وبعدين اسمها يسر بيحب الناس بتحبها عشان كده اسمها بحبها. وليها نصيب في اسمها جايه من التيسير كده. ايوه يسر ولا تعسر. جايه من التيسير. ده حلو. ولازم يتحط لها مرجان احمر عشان تنور بقى. عشان بتولد. هما الاثنين من البحر. المرجان ما يخلاش تولد. المرجان بيحبسها عشان ما يخليهاش تعمل ايه يا شعبان. تولد يعني حبايه تطلع على حبايه. ما تفشرش كده بقى، تمسكها في مطرحها. ايوه. لان يعني اليسر ده شعب ورق ملفوف زي البصلة كده، ورق على ورق. احنا شفناه اهو. ورق على ورق. رقات اهي باين. بالظبط كده، بيطلع على بعضه. بيفك من بعض. اليسر المرجان يمنع القصة دي. ها؟ سبحان الله. سبحان الله. دي حاجة اتعلمناها من أهالينا. طب والحاجات الفضة اللي بتحطوها في السباحة بتعملها عند ناس هنا ولا؟ الشراريب لا بنعملها، بنعملها عند ناس. بتعملها هنا عند ناس. أيوة. في خلفها. التصنيع بتاعها بيبقى صعب قوي. عشان الرفيعة دي. يحط لها فيروز ومرجان ويسر وفضل. لا دي كتيرة قوي. لا انا عجباني المودرن دي، سودا كده وفيها حق شيك. حلو. مرسي مرسي يا شعبان. مرسي. عايزة قبل ما امشي بقى. فلسفتك ايه بقى في الحياة دي؟ فلسفتي والله كان ابويا كان له مقولة دايما يقولها. اللي على الدنيا بيقاسي همومها. اللي قلبه على الدنيا. لا لا اللي على الدنيا، اي حد عايش على الدنيا بتقاسي همومها. يعني ما يعني لو جالك اي شيء فيه قرب فيه استحمله. صحيح. هي الدنيا مش كده. هي دنيا كده. هي دنيا كده. فاي حد على الدنيا لو جبت ملك الملوك هتلاقيه تعبان. صح. فخديها على الوضع ده واقبلي اي حاجه فيها. انت ما عندكش ولاد تانية ولا بنات؟ لا عندي محمد في كليه التربيه الرياضيه، وعندي باسم في تانية ثانوي. ما شاء الله عندك رجاله. بس ما عندكش بنات؟ لا ولا انا. عندي ابو بكر وحسين. لان البنت جميله والله. البنت كان نفسي بس انا اقول ايه. الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عشان ايه ما تنسناش زميلتنا ساره، بس محلك صغير ساره مش عارفه تخش. عملت لك بورتريه. الله. عشان تفتكرنا ان احنا جينا سجلنا معاك. انا بالجمال ده. هي معقولة. عليك نور. هي شافتك من جوه. ما شاء الله ما شاء الله. لا انتوا افاضل، انتوا افاضل كتر خير. الله يخليك يا عم حبيبي.